احسن من مرزوق. ما راح تلاقي على القليله قلبه نظيف يلي بقلبه على راس لسانه، وغيره بيضحك لك من برا وبيسن السكين من جوا. ايه بيسنا. المهم ما بدي اياه، مو عاجبني. مو على كيفك. بكره حقول له انك موافقه، ويا ويلك اذا بتقولي لا. يا ويلك. مو اساس رايي اهم شيء، ليش تراجعت؟ هلا ورايح. ما بتمشي بالبيت غير كلمتي انا، ما حدا قاله رأي منه بغيري. انا الحق علي، رخيت لكم الحبل. عملتكم الديمقراطية ما بتلبق لامثالكم. العمى زلمه راقد علينا ولاحش حاله، ونحن ايش عم تبغدد عليه؟ على شو؟ اللي كنت حاسب حسابه. وهي بيضة تانية كمان مو مختومة. ماشي الحال. صفطوا البيضة اللي أخذته من عندك، ما كله مختوم. عالسريع على حسابي. درمي من هون. شري بيكونوا نسياني. مو شغلة نسوة، هاي شغلة تجارة. حاج لك مرزوق، مو معقول يتاجروا بكم بيضة أنت التاني. تاجروا بكم بيضة؟ إذا بكل صفط بيض في بيضة فاسدة، بتعرف آخر نهار كم صفط بيض فاسد بيبيعوا؟ مو معقول بيكونوا مارقين بالغلط. روح هيك. شو بدك تعمل؟ وين جاي؟ شو عم تساوي؟ شايف جميل؟ منين عم تجيب هالبيضات؟ شو وقف فنجرت؟ بحليق اكتر كز عن صانق اكتر بكتير. جميل انا بدي ارفع شكوى. ما حلق تحفظها للوية؟ ما عم تنحفظ معي، الرقم طويل. العمى ضربك على ذنبك. أهلين معلم. شو كاسر أنين تريحة؟ هوي السيارة وانزين عمل لي كاسة شاي، بعدين خد بطانياتك وروح نام ورا بالصندوق. يلا وام. وعلى أساس بدك تنام بالأوتيل معلم؟ اختلفت أنا وصاحب الأوتيل، ما رح نام اليوم بالأوتيل. على شو اختلفتوا؟ بنق كتير يقطع عمره. يلا انزين عمل لي كاسة شاي. بعدين أنت شو دخلك ولا؟ وين بدي نام، بالأوتيل ولا مو بالأوتيل؟ بحكك جلدك انت. ها يلا. شريف. شو ها؟ عم يبيعوا بيض مو مختوم. ماشي رح نبعثه على المخبر. بس ما تعمل فيهم مثل القاجوزة. لا تصنعنا بالكازوز تبعك، مو بدك يبعثوا تفتيش مشان الكازوز، بعتوا. اكتب لي فيهم وصل استلام. طيب. استلمت من المواطن. شو اسمك؟ ممتاز سنجا. استلمت من المواطن ممتاز سنجق بيضتا دجاج غير مطهوتين. لا حط مو مختومتين. هاي المخبر بيحددها مو شغلتي. ليش المخبر؟ اطلع ان كانوا مختومين ولا لا. بجوز الختم ما يبين بالعين المجردة. ماحح
هي شغلة المخبر. طيب حطوا التاريخ ووقع. منيح هيك؟ منيح هيك. وهم وهم هات لشوف شو رأيك؟ استاذ لا تزعل مني، هاي الموسيقى بتصير الأعصاب. مزبوط مزبوط معك حق، هاي بتعبر عن حالة عمه لهملت لما يجي أبوه لهملت بمنام، تكون أعصابه مسارة. بس بتصير أعصاب الجمهور. يا رجل ما سمعها قبل ما تسمعني إياها. شلون مو سمعها؟ سمعها ومسمعها العالم، ما حدا قال ما بتسوى. لا تزعل مني، عم بيجاملوك. هاي الموسيقى لا بدها موسيقيين ولا آلات. جيب واحد يزيزق على لوح إزاز بالزقزق بكفي بوفي. أنا شايف إنه شو ما عملت ما راح يعجبك، كأنك معبق ضدي. يا أخي مو معبق ضدك، بس ما بيصير هيك كمان. طيب أعطيني المواصفات اللي بدك إياها. يا أخي لو بعرف أكتب نقطة كنت ألفت لحالي، ما جبت موسيقي. ليك راح أجرب مرة ثالثة، عجبك عجبك، ما عجبك هز بدنبك. هز بدنبك؟ طيب شو رأيك اتفق مع حدا تاني وريحك من هالمشكلة؟ معناتها روح هز بدنبك. صدق الله العظيم. اعطيني ايدك حتى بوسه. لا لا, لا ما في لزوم ما في لزوم ما في. لا بدك تعطيني بوسه. لا, لا لا ما في لزوم ما في. بدك تعطيني ايدك. عمل لك ما في لزوم. علي الحرام غير بوسه. كبرت براسي. خلاص خلص خلص. اي 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 الله يخلينا وياك يا عمي. لا تواخذني لك، الله يديمك فوق راسنا يا رب. هلا خليها تساوي لنا قهوه. ايه بس وينك اذا طلعت مالحه ولا حلوه؟ لا تحكي شيء بنوبة، بكره بس تصير ببيتها بتبقى بتعلمها بتعلمها. سم نهاري ان شاء الله، ما بدي اسقي لك بنتي. فاتحتك قعد علي ما بصير، قومي اعملي قهوه اسقي. ما بدي تتحركي ولا تخليني انشط يعلم على اجنابك. ها بخليه يعلم على اجنابك. ايه وانتي تاني بتفهميها لبنتك؟ ها اذا بقول لها بزت حالها من الشباك لازم تزت حالها، مفهوم؟ وليش عم تخانقني الي؟ خانقها الها. وانتي كمان وانتي كمان لازم تعرفي انه وقت انا بحكي لازم الكل يخرسوا. ايه الكل يخرسوا. العمى صرت رجل كرسي بهالبيت، رجل كرسي. لك قومي لك قومي من قدامي بقى، قومي. والله اهلين بعمي. والله اهلين صهر. قديش عطيناك يا هذا زينة هالكاسات؟ هي 150. لعبانين عليك فيها. هي انا كنت بيعملنا بالحريه انا وايمن ابو علي هذا الكوا ب 100 ليره. سيدي ما راح تفقرنا ال 50، ما راح تفقرنا 50 ليره. لك مو مش عن ال 50 ليره نحن عم نحكي، بس ما بيصير كل مين ما مرق ينط مستوطين حيطك يعني. شو خايفه؟ حدا قال لك قبل المره اني اكل حدا؟ مستحية مستحية. عادي بابا عادي. مستحية ايه؟ عملتي لك شي عملة متخجل؟ ايه
لك هيو مشان يعني ننهي الموضوع، شوف شو بيلزمك وراء مشان نخلصه، انه الله يتمم على خير. الله يتمم على خير. ما بدي اشوف، صرت عاملهم شي 5 مرات تقريبا. ان شاء الله بتكون اخر مرة، اخر مرة ان شاء الله يا رب. المهم العروس ما تهرب، ما تهرب عرب. ساكن هون انت؟ لا، استنى رفيقي. منو رفيقك؟ يا من عبدو. ها، ما حد يدك تستنى رفيقك غير تحت شباك بيتي؟ الا بعيد، الا بعيد. خي سميرة، سميرة. نعم يا مي. ليش كنتي رافعة شباك وليش؟ ما كنت رافعته. كذابة، انا شفتك بعيني عم ترفعي الشباك، على مين عم تطلعي ليه؟ ما كنت عم طلع على حدا. ايه؟ ماشي. مرحبا اخي ابو سمير. لا مالي معصي. مخلص رجع ولا لساته مسافه؟ عال ممتاز كثير كثير. عندي واجبات ضرورية متراكمة علي. رح جيب سميرة حطها تحت نظركم، ما بدي خليها لحالها بالبيت. يلا. لا لا هادي، الله معها، الله معها. سميرة غيري اواعيكي، بدي اخذك لبيت عمك. مخلص رجع؟ مخلص رجع؟ لو كان رجع مخلص باخذك لعند بيت عمك. يلا عجلي لفشنيعي. طول لي شعره ودقنه وعامل لي مخرج. قال يعني اذا طول شعره بصير مخرج. طيب انت ليش هازت بدنك حبيبي؟ هو ما بيفهم بالموسيقى، مو الموسيقى ما بتسوى. بيفهم ولا ما بيفهم؟ شو لازمه فيها يعني؟ هو المخرج. إيه بس انت ما عم تشتغل عنده. يا بيشرح لك شو بده منك، يا بيترك لك حرية الاختيار لك. وانا برأيي يلي ساويته كان كتير مناسب لهاملت. انت مبدع وعندك وجهة نظر، دافع عنا. ما بعرف، هذا اللي صار. بدي احكي مع بابا. شو بده يقول له ابوكي اذا قال له موسيقى ما عجبتني؟ ما بيقدر يقول له شيء ابنه. بيقول له في 100 مخرج ناطر فرصة. بالناقص منه لهاد. اصلا انا برايي ما له موهوب. ما له علاقه بالموهبه كلها. مشغول. تكرم عينك. جيت انا. قهوه مره، شراب، كاسيتا، بوظه. مرحبا ابو راجيه. ايه ايه. سعد لي هالمصر. سكر له اجا. ماشي بعد شوي. الله معك، سلامي. اهلين مرزوق. شلونك؟ الحمد لله. الله يخلينا. دخلك بدي اسالك، الفستان تبعنا مأجر ولا مو مأجر؟ قبل شوي جابوا لنا اياه، نوصل عليه الخميس الجاي. بدنا نتساءل عليك شغله، اسبوع اسبوعين ناخده. بدي اتجوز. كمان؟ شو كمان؟ شو عامل جريمه؟ هاي سادس مره مرزوق. ايه وتكون عاشر مره كمان، شو بدك يعني اقعد بلا مره؟ الرجال بلا مره مثل حمار راجع انا ريي لورا. احمل لك فستان جديد للعروس الجديده، بصير ناجر لك الاثنين. ما معي مصاري. لو معي مصاري كنت اشتريت لكل وحده فستان. والله دخيل اسم الله. طيب ببعث لك يا على الكوا وبعدين ببعث لك يا مع الولد. لا لا ما في ضروره، بدنا ناخده مشان تقيسه العروس. بركدان بده تضييق، تصغير، تكبير، عرفت شلون؟ بعد ما يرجع لعند الخياطه بدنا نقفه لعند الكوا. لحظه شوي. يلا الله يجبرك لبين ما لقيت بوسك دودي كتران الشعر فيه. منيح ما بيطلع الشعر على الصوت، كانوا سشوري. مسيك. دخلك بدي اسألك، كم عروس صار مارق على هالفستان عمان تعدوا؟ غير النسوان تبعك شي 24 عروس. اوه معناتها قديش صار مارق على هالفستان. وفي لك يا كيس؟ لا لا بده كيس ولا شيء، بدي حطه بالسيارة الخرز. ايه مسيك، هاي 1000 ليرة بيطلع لي معك 200 ليرة صفي. طيب اوكي بتخصمهم من أجار المرة الجاية، ماشي؟ ماشي. سلام عليكم. الله معك. مشغول. طيب ضروري تتصلي هلا؟ خلاص بتتصلي بعدين. ما رح يهدالي بالي قبل ما خبره. علق. اوه علينا فرطة معدة، فرطة معدته للتليفون لنشوف مين. الو. اهلين بابا، كيفك حبيبتي اروى؟ ايه بابا. المخرج العظيم ليكي قاعد عندي. ايه. ايه حبيبتي ايه. ماشي بابا ماشي، خلص بعدين انا برجع بحكي معك.
ماشي عيوني، يلا مع السلامة. لك أهلين بمخرجنا العظيم، بمخرج النجوم والإبداعات الخلاقة والله. الله وكيلك يا أستاذ، مع هالطوائم اللي عم تشتغل عندنا بحياته ما رح يصير مخرج عظيم. أوف 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 أوف، وليش متشائم لهالدرجة؟ طول بالك، لك نص الألف 500 يا رجل. أستاذ، الأستاذ أدهم يعني مع احترامي لخيارك يعني هاي الشغلة مو شغلته. لا طول بالك، ما لهالدرجة. لا لهالدرجة ونص أستاذ. لك يا أستاذي الكريم، والله أنا حسب معلوماتي إنه أدهم كان من الطلاب المتفوقين بالمعهد. ما بعرف، يعني بجوز يكون كعازف يعني يكون ممتاز جيد، بس تأليف الموسيقي مو شغلته. المهم هلا شو المطلوب مني؟ أستاذ توفق لي على طارق، الموسيقى تقريبا جاهزة عنده. إيه ما بصير الحكي يا أستاذ، الله يرضى عليك. هلا إذا كل مخرج ما عجبه الموسيقى هي اللي عم يشتغل معه نصطب له اسمه، معناته منقتل كل المواهب اللي عنا. بس الموسيقى تبعه مو بتسوى، مو قصة عجبني ولا ما عجبني، بس الصراحة أنا الحكي اللي وصلني غير هيك. حكي شو؟ في عالم كتير سمعانين الموسيقى اللي ما عجبتك وطاير عقلهم فيها، يعني غير الكلام اللي عم تقليها. أستاذ ما بعرف، الناس أزواق، بس أنا ما عجبتني. يا حبيبي ما عجبتك الموسيقى بتتناقش انت وياه وبتوصلوا لنتيجة، اما تقلعه لا، هي ما برضاها منك ابدا، لانه لا موظف عندك ولا عند اللي خلفوك. انا ما قلعته استاذ. هلا بدنا نتحمل بعضنا شوي، الله يرضى عليك. ما معناته كل شيء ما عجبنا معناته ما بيسو، يعني لازم نحترم ابداعات الاخرين. استاذ هلا بدك الصراحة ولا اكذب عليك؟ لا طبعا بدي الصراحة. مسرحيتك يا أستاذ أنا ما عجبتني نهائيا، وأنا عم أقرأ النص أصلا ما قدرت كمله للأخير، ومع ذلك ما اعترضت. ليش يا حزرك؟ لأنك مبدع وأنا بحترم إبداع الآخرين. عجبني ولا ما عجبني، أصلا أنا كنت بقدر وقف لك مسرحيتك كلها وبقدر أقلص لك الميزانية وفشل لك ياها، بس أنا ما بعملها. طيب استاذ خليه يرجعوا ونجرب. يا عيني عليك يا استاذ اياد، يا عيني عليك. لك هذا هو الكلام المظبوط، بتقعد انت ويانا وبتتفاهموا. روق روق استاذ اياد. مروق استاذ. الو الو، اهلين اهلين مخلص. لا 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 ما في شيء ما في شيء ما في شيء، بس يعني انا سمعت جيت ركض. لك ابني ما في شيء، فكرتك شو اسمه عم يتصلوا، خفت ما رح خلصنا. لك انت شو بدك بشي اسمه؟ لا عم ما اغلظك، لك اصلا انا كنت رايح على شي اسمه. لا تتبعني يلا منكم شغله منصير بشغله. لك مخلي لك خلاص، يلي بدك اياه يلي بدك اياه جيبه، جيب اللي بدك اياه. مع السلامه مع السلامه. شو بده مخلص؟ حاكيني حاكيني تعال. لك حاكيني شو بده مخلص؟ لا شو بده يعني شو بدك تجيبني من محلك؟ شو بدك من محلك؟ ما عرفتني. ايه وانت شو قلت له حضرتك؟ لا طنقي مالك، ما بقدر اشتغل شغلتين سوا، احكي ومشي اسمه خلصتني شوي. اخ اخ، قال العصفور بيتسلى والصياد عم يتقلى. حاكيني شو قلت له؟ شو بدي اقول له يعني؟ شو بدك يعني اقول له؟ يعني الاغراض اللي بدك اياهم من الحلال موجود منهم هون بالشام وبكتره كمان، شو بدك يعني اقول له؟ وين صابوني؟ وصيته على مكانه، شو شويه صابون، كيف ذكرته؟
صابون المكانس اهل حلب عم يجيبوها لهون، ضروري انت تلبكي ابنك فيهم. هدول مو اصليات مثل اللي هنيك. لانه اذا بدي سلمك السماعه الساعه ما بتحلي عنها، بركي حدا اتصل، بعدين لما راح وصيتي، كم مره بدك توصيها؟ مشان اكد عليه. مشان تقضي عليه، بتنقي عليه. من كتر ما نقيتي على راسه ما بتصور ينسى، فما في داعي تقضي عليه. شايفتك سميرة ما بتنظف غير فوق، إن شاء الله بكرة بتتركنا وضل عم تنظف لحالة فوق. عم تنظف فوق مشان ما أطلع على الدرج، طلعت الدرج ما بتناسبني. وهذا اللوح مخلص، أنت بده يتحرك، أنت بده يتحرك، البنت دلقى حالة عليه دلق وهو ولا على باله. بل 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 على باله، بلشنا بنا. يا عم أنا شو صاير لي أنا؟ بدي همي شباب، بدي همي شوية همي. يلا عطين قبله خد. الله حيو شباب، الله حيو. يعطيكم العافية. الله عافيك، أهلين وسهلين. أهلين، تفضل تفضل. شو مشان شو هالخشب؟ هدول الشباب حطوهن عنا أمانة لأنه ما عندهم مستودع، ما عندهم مستودع. بس نحن سمعنا إنه بدك تعمر، معك علمنا الحكي مو ظابط؟ لا لا لا، ما بدي عمر، ما بدي عمر. والحديد والرمل وشميته كله وديعة عندك؟ كله أمانات، كله أمانات. بدي إياك دير بالك، إذا شفتك عم تعمر رح نهدلك. إيه إيه أمرك أمرك. هي حذرتك. إيه ماشي مشان ما تتعب حالك. ماشي ماشي، خليك عنا شراب شاي. الله يخليك، يسلم. أهلين وسهلين. يمكن اخذين ابي على الحبس، يجوز يعدموه. لك تفي من دمك ولي على قامتك، شلون بدهم ياخذوه ماشي وراه؟ الله معك. شو قال لك؟ الله لا يوفقهم، دغري وصل الخبر. العمى العمى. ادفع ادفع، ان شاء الله طبيعيه. ما معي ما معي، منين منين؟ بدك تدبر حالك، اذا ما دفعت مو بس بهدولك، بحزول الخشب انا كمان. انا هلا بحكي مع صاري بدبرنا الموضوع. انا واصل عن جيران اعمل تليفون. انتو طالعوا الخشبات، طالعوا الخشبات. سيرك معه مصاري شي مشان ما تعذب على الفاضي. ها صهري مو بحاجه مصاري، بحل كل مشاكله من غير مصاري، من غير مصاري. عم بيقول صهري يعني خلاص قرر عني. لك ما حدا بيقرر عني، انت لحالك بكره بتغيري رايك. ها متفقين يعني؟ وطي صوتك وطي صوتك. هلا بس يجي ابوك بتحكي معه، انا مالي دخل لا بحل ولا بربط. ادفعني حق الطابق الثاني. ما لك مو احسن ما تروحي ببلاش مثل غيرك ما راح؟ لك على القليله سمح الله اذا طلقك بكون عندك بيت. يا فتاح يا عليم يا رب زقكني. ايوه سري مري للقطاط. تعالوا شلونكم تفوتوا علينا اللعبه؟ مين هذا كمان؟ ايه جاي جاي. الو اهلي عمي، اهلين بعمي، اهلين وسهلين. ايه ايه، لا لا تخاف، لا لا تخاف، ما بيهدولك ما بي. نحنا فشلة عينون، فشلة عينون ما بفعلهم ولا قرش. نحنا ما مبرطيل. ايوه خلص، لا لا يبلشوا هني حتى ظبط موضوع. خلاص انا مرنا عندك فهمك شو الموضوع. انا فهم. ايه ايه اك ايه 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 خلاص. ايه عمي ايه، بعدين بعدين، مع السلامه. خبيته شو بيسأل.
اهلا وسهلا بعمي ابو جمال. عليك سليم. عليك عليك. والله صبرنا وظفرنا. اي والله صبرنا وظفرنا. ايه هذا صار بينشد في الدار، بينشد في الدار مزبوط. ما في شغله ما بتزبط معه، ما في شغله ما بتزبط معه. الله يطعمني صهر مثله. امين يا رب يكون الله رضي عليك، لانه ما بتعصى عليه ولا شغله، ما بتعصى عليه ولا شغله. عن اذنك البطنجي عندي بالبيت. اكمل اهوتك. ايه كومون سافا سافا بيان شرشي لافام لومنتير كومورات كومون سافا سافا بيان شرشي لافام لومنتير كومورات كومون سافا سافا بيان شرشي لافام كومورات كومون سافا سافا بيان شرشي لافام لومنتير كومورات. خد عليك خد عليك. رافي هون جوا. ايوه لك اخي هنيك ما بيمشي الحال، المخرج بده منطقة شعبية مو راقية، دوره منيح بس ما شفتوا مكان مناسب. الله يعافيك بس ما شفتوا مكان مناسب ولا تشوف. لك المخرج مشغول ولا فركش؟ الله وكيلك فركش المخرج. لك شبك رافي عم الحكي ترد علينا؟ شو القصة؟ ماني شايف اليوم سيوف وما سيوف. ما مصور تاريخي الله. الله يعطيكم العافية. هيو رافي؟ نعم. بدي اسألك سؤال. تفضل. يعني ما في عندكم هيك شيء مشهد؟ مشهد؟ لا لا مو مشهد، مو مشهد. لك يعني شلون مشهد مو مشهد؟ يعني ما في عندكم شيء مشهد هيك في عمار؟ في، بس ليش عمال بتسأل؟ في واحد صاحبنا بده يعمر، قلت لحالي بسألكم. وين؟ قوم لورجيك وين؟ هلا؟ ايه هلا قوم معي ليك أنا وين داي برا؟ أجل أجل لا قوم هلا ما بدك تأجيل، ما بدك تأجيل. بكره اخي ما تعشي اخي ما شباب شكلك منيح بس ما خلصتوها بتحل امور على السلامه انا رحت ادور عليك. تفضل تفضل عمي رافي شرفتنا. يلا يلا طياني. الله يا كريم. الله روح لقلك روح لعينك روح عمي روح روح لا توقف دربه روح استاذ منيح دخيلك. يلا ها اخي هاي الاسطوح كلياته قدامك شرف اتفرج على كيفك شو بدك احلى من هيك مكان ما في احلى منه بالمره بعدين هون الحاره روعه للتصوير ما بتسمع نسمه الصوت ما بتسمع ابنه وشو بدك احلى من الاطلاله هاي جبل قاسيون وهي المواد كلياته قدامك شو قلت ما بعرف الشباب عمال بيدورون شوف شو بيلاقوا بعدين بنقي روح عملنا فنجان قهوة عمي. ايه على عيني. لا لا مستعجل ما في داعي دخيلك. لك شباب ما تروح. ايه بس عم يقول مستعجل مستعجل. لك اخي اجا انت روح فرقنا فرقنا. خيو انت مو بدك تدفع اجار السطح للعالم اللي بدك تصور عنده؟ طبعا. اجار السطح اللي احنا كلياته ما بدنا اياه ضبه لجيبتك وبالنسبه لمواد البناء ليك حوالينا موجوده حديد سياب شو ما بدك بتلاقي كمان هذا بتبلعه وبالنسبه لاجار الكومبارس يا اخي شفته سرقه اللي بدك يا مالنا مصلحه احنا بنوب بنوب عرفت شنو وبجيب لك كل اهل الحاره يشتغلوا معك كومبارس ببلاش لك بتفيد وبتستفيد لعم ضربني بخلقتك عم تدق له الو ابو عبيد لا اطلع على الدورو قل له قل له مرزوق لآليا لا لا ما في شيء ما في شيء ابو عبيد ايه مش الحال لك اخي لا على الدورو لك مو شان معركة البرديس لا مش المسلسل الثاني الاجتماعي ايه الله معك ما بده قهوه عمي روح هيس هيس دكتور هلا الله معك الله معك اشرب قهوه لا مستعجل مع السلامه مع السلامه مهوني السلام عليكم مع السلامه خلاص مثل ما اتفقنا هون انا بخبرك ايه بدنا نشوف نتائج سريعه ان شاء الله السلام عليكم عمرك سيدي طب شو صار له دلع عمي
تاني مرة لما بتشوفني عم بتفق مع حدا بتكف مغياب، آخر مرة بنبهك، مو ضروري روح إلا كعميل فنجان قهوة. لك شو بيعرفني أنا؟ شو بيعرفني؟ هو قال مستعجل، هو هيك قال. أنا بشرب قهوة، إن شاء الله عمرينه ما يشرب قهوة. مرت عمي يا بنت. أهلين وسهلين. بالمهلي يخلينا. شو؟ وين حنون؟ حنان ليك جوا. شو صار؟ شو صار هلا؟ اتفقتوا انت وياه؟ اتفقتوا؟ طبعا اتفقنا. لو ما اتفقنا ما كنت لقيتني نافش حالي مثل ديك الحباش. مو بس رح يصبوا لك الصبه تبع الاسطوح، ويمكن الصبه تبعك تطلع على التلفزيون، والله يستر ما تطلع بالجزيره. لا حنون وينك دكتور صاني؟ مرت عمي بدي اسالك سؤال، لما كنتي حبلانه فيها كنتي عم تتوحمي شي على المستحيه؟ الله خلقها هيك، هيك الله خلقها، بس يكون في حدا غريب تقول لسانها بينزل لبطنها. ايه لبطنها. ايه مو مشكله عمي، مو مشكله، اصلا الحياه زينه للبنت، بس انا مو غريب، اطلعي فيه منيح مشان بكره ما تقولي ما شفتك. لك اطلعي فيه مشان اذا شفتك بالشارع تعرفيني. تعرفيني؟ هاي هي اللي كنت عم دور عليها. صدقيني يا مرت عمي، لو كنت متجوز وحده تانية وشفتها بطلق اديك وباخد حنون. لك حنون. مرحبا بابا. لك يا ميت اهلين وسهلين. اهلين بابا، كيفك ارواح؟ اهلين ادهم. هلا حبيبي. اهلين عوض حبيبي عوض. ايه الله يجيرنا شر هالزيارة. اكيد صاير معكم شي لحتى جايين. ايه صاير شي. خير شو صاير لك بنتي؟ بابا هذا المخرج مو سائل عنك، علما انه ابو نزار حكى معه. لك 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 الواطي لك. ايه وشو قال له ابو نزار؟ قال بيرجع بيحكي معه مرة تانية. شو رأيك عمي؟ بلاها. استخيل الله سكرت معك. لك اسمعي قال بلاها. لك ابو اروى وقت بيقول ادهم يعني ادهم. هلا انا رح اتصل بابو نزار شخصيا مشان يغيره. بعدين شو يعني؟ الله خلق وكسر القالب، قلك مخرجين بهالبلد. لك على قفا مين يشي؟ الله وكيلك صارت صنعة المال وصنعة. ها؟ لنشوف مين مشتاق لنا. يا الله. الو. اهلين 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 ابو كنان الحبيب، تحياتي والله. انا بالعكس بالعكس يا ابو كنان، الله وكيلك. ماشي. لا اطمن اطمن خلاص. احتراماتي. بيسلم عليك صهري وانتي. ايه اروى. احتراماتي ابو كنان، مع السلامه، تحياتي. تفضل. هاي المخرج تبعكم طلع مدعوم. ابو كنان شخصيا حكى مشانه. معناها بلاها هالشغله. هلا بلاها. بس ما بيطير ابو كنان، بيطير. لك كلنا إلنا جناحات، إمتى منفر ما بنعرف، وبس يفر يا أدهام وقتها بتعرف شو بيصير. بدك صراحة؟ بفرع الريف كنت مبسوط أكتر. وهون كمان رح ترتاح، أنت بس طولي بالك شوي ولا تستعجل. يا رجل هون ما في ولا مكتب مثل العالم، كأنه الإدارة مبنية على زمان تركيا. أنت شو بدك بالحيطان؟ نحن هون عابرين سبيل، ما لنا مطولين. أها، ولوين بعدين يا مهوي؟ لفوق. على الوزارة لفوق. ولبين ما نصل على الوزارة منضل حفات وراك. يا أخي قديش أنت بصلتك محروقة، وما بتخليني أعمل لك مفاجآت بنوب. مفاجآت؟ إيه مفاجآت. لك إن شاء الله فكرني جايبك لهون لبهدلك. طلع معك حق، البيت فاسد وقومنا لك الدنيا وما راح نقعده، واشتغل إعدام الجاج على أبو جنب. شو دخل الجاج؟ شلون شو دخل الجاج؟ مين عم يبيض؟ الجاج ما بيقدر ما يبيض، اللي عم يبيع البيت لازم يتعاقب. نحن ما أعدمنا الجاج لأنه عم بيبيض، نحن أعدمنا الجاج لأنه موبوء. أما اللي عم يبيع البيض شي منه بالسجن وشي دفع الغرامة، كلهم حسب مسؤوليته. على طول هيك، هدول ما بيجوا غير بس صرماي. كل ما لقيت هيك شغلة بتجيب لي إياها فوراً مشان نربي العالم. تعال لك. خير؟ لك تعالوا. شايف هداك الدكان؟ ايه.
بظن لك انه عم يبيع سردين خالصه مدته، شو رايك نفرمه؟ اجيب لك وحده من عنده وجري. ما بتزبط، يا بيخبيهم يا بيقول لي ما في عنده، بيعرف اني بشتغل هون. اعمل لك كبسه له. وينك؟ اذا ما لقيت علبه سردين خالصه مدتها جيب لي اي شيء، جبنه، بيض مو مختوم، وجيب لي معك بندورتين مشان اشوف نسبه التلوث، قرب موسم الكوليرا. لا تخاف الا ما لاقي شيء، اصلا ما في دكنجي ادمي بهالبلد. والله معك. كيفك ابو حسن؟ ابعث لي رغيفين خبز وقنينه مي، بدي اعمل ابريق شاي. الله معك. يسلموا دياتك. وين رايح يا شباب؟ مصاري هاي خالصه مدتها، شوف خالصه مدتها. واذا خالصه مدتها انا دافع حقها. تاخذهم من الصحه، هلا بدي اروح على وزاره الصحه اشتكي عليه. طول بالك، يستر على ارضك. هات لشوف لقلك، هات لشوف. بتعرف انه الشغله بيروح فيها ارواح وبني ادمين؟ اخي خلص بكبه بتكبه. هات شو انا اللي عم استوردها؟ شو بعرفني، مشان تتربى تاني مره تقرا العلب اللي عندك خالصه مدتها ولا لا، امتى بتنتهي صلاحيتها. والله لا اخرب بيتك والله. حسبي الله ونعم الوكيل. مثل ما حسبت، شو سردين خالصه مدته لك. انا مو عن عباس عم بقول لك، جبت لك بندوره كمان. حلو، اقعد اشرب شاي. من وين هي الشنطه؟ من وين يعني؟ من سوق الخشب. قديش حاسبين لك اياها؟ 225. لعبانين عليك، بينزلوا لل 150 ليرة. بتعرف لازم كل شيء يتسعر بشكل رسمي من قبل وزارة التموين حتى باين لعب على المواطن. ليش مين سائل عن المواطن؟ الله وكيلك، لو شعبنا مو مصفح ما في شيء بيخرق فيه، كنت شفت عدد السكان النص هلا. مرحبا معلم. اهلا وسهلا. في حدا ساكن عندكم هون بالحاره اسمه نايف ابو طاق؟ ابو ايش؟ ابو طاق. ابو شو بيقولوا له؟ ما بعرف، انا صار لي زمان ما شفته، من قبل ما يتجوز. على علمي في شيء عندنا هون بالحاره بيت ابو طاق؟ ايه ابو جمال. نايف؟ والله ما بعرف نايف ولا مو نايف، يلي بعرفه ابو طاق. عشره عمر نحن وياه بالحاره، ما في غيره. ابو جمال هداك الباب الاسود هلا بيكون بالبيت، اذا بدك روح لعنده. طيب يعطيك العافية، أنا مالي جاي زوره، جاي أسأل عنه بس. سلام عليكم. مع السلامة يا أهلا. الله معك الله معك، روحي. مين؟ اهلين سعد. اهلين سعد، تفضل تفضل. لا مستعجل، بس اجيت نبهك، الامن عم يسالوا عليك. الامن؟ شو بدهم الامن؟ ما بعرف شو بدهم، سالوني وراحوا. قالوا لك امن؟ لا ما قالوا، بس مين بده يسال يعني غير الامن؟ لو ضيوف كانوا اجوا بعد ما سالوا. طيب طيب، كتر خيرك، منيح اللي نبهتني. ايه نبهتني. اذا صار ما صار، انا ما جبت لك سيرها. طمن طمن، ما حدا رح يعرف، ما حدا رح يعرف. قبل ما ترميني ببحورك، مش كنت تتعلمني العوم؟ سباحة يعني، مش كنت تتعلمني العوم؟ ايه شو عم تعزف هلأ يعني؟ ايه بدل ما لك سمعاني. طيب بدل ما تضيع وقتك مساك هالنوطة ألف لك شي شغلة. مشان ايش؟ ما بتعرف، بلكي بلكي ها إذا طلع معك شي ظريف وحلو نحكي مع بابا بخليه مشي لك ياها بشي محل. أروى بلا ما تدخلي أبوكي أحسن. ها ليش أحسن؟ بالعكس، بابا بيسهلنا الأمور. مشان أبوكي عم بحكي الحكي، إذا ضلينا ورا أبوكي نار رح يفرمو. إيه أبي ما بيخاف منه لحتى يفرمو. قال يفرمو، قال هو بيحترمه لأنه أعلى منه، وبس يطلع أبوكي نار على التقاعد رح تصير الكلمة لأبي. معناتها خلينا نستنى أبوكي نار يطلع تقاعد. تابع تابع.
انا كنت لوحدي وفي حالي، شفتك ما عرفش اللي جرالي. جرالي صار لي يعني. خاصة مدته قال فعلا ما بيعرفوا طعم التمر. مرحبا استاذ. علين شو يا قال عما تبيع علب سردين خاصة مدتها؟ الله وكيلك. ما حدا بالبلد عم يقرأ تاريخ الصنع. انا لا اول واحد ولا اخر واحد. ماشي ماشي، رح مرقتك اياها المرة، بس اذا مر لعندك هذا المعتوه بتقول له طجني مخالفه بخمسة آلاف ليره. على راسي يا معلم. مو تقول له ما طلع منا شيء للشكوى مشان تكيده، بالعكس قل له خربت لي بيتي والا ما بتخلص منه بحياتك، فهمت؟ على راسي، كتر خيرك، سلم لي اياها. هذا التاني مقطوع قلبه، بس ليش مقطوع قلبه ما بعرف. شاي مع سردين؟ يا ريت لو وصينا لها المعتوه يجيب كعزوز. طولي بالك يا بنتي، طولي بالك. قلتك بابا بيحكموا له يا؟ طبعا بدهم يحكموا له. ايش دوره؟ كيف بدي اعيش بدونه انا؟ لك يا بنتي القانون هيك. انتي بكرة بجيكي ابن الحلال تتزوجي وبترتاحي. اللي عليك عملتي. مستحيل قرب على الرجال بعد مرزوق، اكرهني جنس الرجال كلهم. اخ بس لو يحكموني فيهم يوم لكب عليهم بنزين وشعلهم وما خلي فيهم ولا واحد. شو هالحكي هلا؟ اذا مرزوق ما بسوى معناتها كل الرجال ما بيسوا؟ لا ما في رجال ادمي بالكون. إيه اذا بشوف شوف عيوني ما بصدق. وانا كمان مو ادمي؟ يا بابا انت ما دخلك، مو عنك عم بحكي. شلون مو عني؟ ولا مو معتبرتيني رجال؟ بكره بينزعوا للولد، علمناه احسن علم وربيناه احسن تربايه، بكره بصير ابن شوارع عنده. لك ابنه شو بتريدي نعمل له؟ بس يجي بدي حمم قلايه الزيت وكب عليه. شو هالحكي يا؟ والله انت بدك تنحرمي ابنك طول العمر. يا اما بصفي بالحبس، يا بالعصفوريه، يا بالوطواطيه. لك إذا الحكومة سامحتك مرجو ما بسامحك. وين كنت؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين يا بي، الحمد لله سلامة. أول سلمك. الحمد لله على السلامة يا جاية من السفا. أول خلينا ياكي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. شو ماما شايفة إيديك فاضية؟ وين اللي وصيتك عليه؟ جبت لك 10 مكانس مو وحده. جيب لك السعاده ويسلم ايدك. بس طيرون الهوا من على ظهر الكاميون. كل مره بيطيرون الهوا لك امي انتبه. ايه شو بدي اعمل اذا الله باليني بمعاون؟ اجحش من هيك الله ما خلق. كل مره بقول له شد الحبله بيرخيها، شد الحبله بيرخيها. بده امي غيره. ليش يا امي؟ بالساهل هلا الواحد يلاقي حدا يرافقه من بلد لبلد ومن ليل وبالنهار بهيك اجار. طيب الصابونات والزعترات وينه؟ خليه لربك. هذا الملعون اللي معي من كتر ماله دب راح اعطاهم لواحد طلع معنا وصلناه على الطريق افتكروا شي تم منه. الله لا يعطي عافية، ينتبه. خلص ام سمير، المرة الجاية بعوض لك ياهم. شو دافشني؟ اتصلوا؟ دفشك قلنقي خلع رقبتك. ايه اتصلوا وكان تليفوننا خربان، رجعت حكيت مع رافي.